بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الهادين بإذنه إلى صراطه المستقيم، غير ضالين ولا مضلين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة لما توجهت إلى مدينة وجدة للحضور في الأيام الطبية، جئت لكي أتكلم في الطب وليس في شيء آخر، ولم أكن أعتقد أو أتصور، ما الاعتقاد الحمد لله موجود، لم أكن أتصور أن أتشرف بالجلوس بين يديكم، وخصوصا بين يدي أستاذ الجليل الدكتور مصطفى بن حمزة الذي قدم لي هذه المداخلة. ومن طبيعتي أقولها لكم بكل تواضع صادق، من طبيعتي أن لا أجلس في هذا المكان، أنا أخجل من الجلوس في هذا المكان، وإنما أجلس على الأرض وأحدث الناس في المسجد وفي خارج المسجد. ولكن وإن كان ولا بد، فأنا قد جلست وسأحدثكم. فالموضوع الذي أريد أن أحمله إليكم اليوم، طبيعة الحال جئت لكي أتكلم عن الإعجاز العلمي والإعجاز الطبي في القرآن الكريم، وهذا فعلته بالأمس أمام الأطباء وبلغة غير العربية، باللغة الفرنسية. الآن أنا مطالب بأن أتكلم بالعربية وأن أفاتحكم في موضوع هو في غاية الأهمية في الحقيقة الأمر، هو موضوع العلاقة التي تربطنا جميعا بربنا سبحانه وتعالى. كيف ينبغي أن ننظر إلى هذه العلاقة، وما هي فحوى أو ما هو فحوى هذه العلاقة، وكيف ينبغي أن تتبلور هذه العلاقة؟ وسأنطلق في حديثي هذا من قوله تبارك وتعالى في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحوا وجاهدوا في الله حق جهاده. ونقف عند هذا الحديث. الآية لازلت مستمرة: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذه الآية يكاد يحفظها كثير من الناس، يكاد يحفظها الجميع، وهي مشهورة في الآيات حين تقول سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا، الجميع يجيبك: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. ولكن هذه الآية في صميم الموضوع الذي أريد أن أكلمكم فيه، وهو العلاقة التي تربطنا برب العزة سبحانه وتعالى. ما هي هذه العلاقة؟ العلاقة أيها الإخوة الكرام هي علاقة عبادة، علاقة عبد بسيد، علاقة فقير بغني، علاقة صغير بكبير،
علاقة ضعيف بقوي، علاقة إنسان بإله. فحين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، أنا أريد إخوتي الكرام أن أسائل نفسي وأسائلكم فأقول: ماذا يشعر أو بماذا يشعر كل واحد منكم حين يسمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا؟ وغنقلب السؤال مرة مرة، غادي نتكلم لكم شوية بالدارجة إذا سمحتي ولي ولا سمح لي الأستاذ. سنقلب السؤال باش نعرفوا هذه العلاقة اللي بيننا وبين الله تبارك وتعالى. العلاقة هي حبل ممدود، تتبلور في ماذا؟ تتبلور في كتاب، في كلام، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الذي يربطنا بالله عز وجل هو هذا الكتاب الذي جاءنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وفي هذا الكتاب الله تبارك وتعالى يكلمنا ويخاطبنا، وهذا الخطاب يتمثل في نداءات. الله تعالى ينادينا، وأي شرف، أي شرف هذا أن يناديك الله ملك الملوك. تصور معي لو أن مديرك في الإدارة أو رئيس المصلحة فقط ينادي عليك وأنت في مكتبك، تقوم دون أن تفكر، المدير عيط لي، ولكن فما بالك بملك الملوك ذي الجلال والإكرام الذي لا يقهر ولا يسأل عما يفعل، وهو المقرر الجبار المتكبر العزيز الحكيم، يناديك، فكيف يكون جوابك وكيف تكون استجابتك؟ هذا هو السؤال باش نعرفوا العلاقة اللي بيننا وبين الله، واش حنا تنعطيوها القيمة اللي هي خصها تكون أو لما تنعطيوها لوش. وهنا غادي نطرح عليكم هذاك السؤال وغادي نقلبوا باش نعرفوا العلاقة ديالنا بيننا وبين الله تعالى كيفاش هي عندنا. قلنا قبل قليل العلاقة اللي بيننا وبين الله حبل ممدود، كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القرآن حبل ممدود بين السماء والأرض. هذا القرآن وردت فيه نداءات من قبل الله عز وجل، من أمثال: يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله، هو سيد المتقين ويقول له اتق الله، هذا نداء. وفيها نداء من نوع آخر: يا بني آدم، يا بني إسرائيل، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الناس، يا أهل الكتاب. كل هذه نداءات في القرآن يوجهها الله تعالى لفئة من الفئات أو لشخص من الأشخاص، في شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك نداء خاص، نداء من نوع خاص ينبغي أن ننتبه إليه، ألا وهو يا أيها الذين آمنوا. وهنا يأتي السؤال الذي أقدم له منذ دقائق: يا أيها الذين آمنوا، إخوتي الكرام، كم مرة وردت في القرآن الكريم؟ لماذا أطرح هذا السؤال؟
هو سؤال ربما يبدو عنده قيمة، ولكنه سؤال جوهري، لأن الذين آمنوا هم أنتم، هم نحن، ياك ولا لا؟ ياك ما أنا غلط؟ يا أيها الذين آمنوا، لما أنت تتكلم مع من تتكلم؟ سيدي ربي تبارك وتعالى، أنا معكم إخوتي الكرام. حتى شي واحد ما جلزم عليكم دخلوا الجامع، ولكن الكل جاء إلى هذا المسجد المبارك لأنه يعلم أن فيه أستاذ فاضل سيلقي درسا ويريد أن يستمع إليه، وعارف بأن هذا الأستاذ اللي هو الدكتور جزاه الله خيرا وأطال الله في عمره ما غاديش يجي يقول لكم شي كلام اللي هو خاوي، عارفينه غادي يجي يقول لكم واحد الكلام اللي هو مرزن، واحد الكلام اللي غادي يرفع بكم، واحد الكلام اللي غادي يقربكم سيدي ربي تبارك وتعالى. فلهذا جئتم إلى هذا المسجد لأنكم تحبون الله ورسوله، تريدون أن تستمعوا إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أنتم مؤمنون، فأنتم بها بموجب هذا الكلام وموجب هذه الخلاصة أنتم من الذين آمنوا، إذن أنتم من معنيون بهذا النداء. ولكن السؤال والمشكلة هي أنه كم منا من الذين آمنوا يعلم ويعرف كم مرة ناداه الله تبارك وتعالى في القرآن؟ لأن حين يناديك الله هذا تشريف، وهذا التشريف سيظهر من خلال الآية التي انطلقنا منها، سيظهر جليا بعد قليل. فحين يقول يا أيها الذين آمنوا، أنت مطالب بالتطبيق، مطالب بالامتثال، مطالب بالركوع والسجود والعبادة وفعل الخير والاجتهاد والجهاد، حق الجهاد، إلى درجة أنك حين تسمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يتعين عليك أن تقول لبيك، لبيك وسعديك، قبل أن تسمع الأمر أو قبل أن تتعرف على النهي، لأنك معني بالأمر، أنت الذي أخذت على نفسك أن تكون من الذين آمنوا. فهل تتناقض مع نفسك وتقول له بالدارجة ديالنا حيث يقول لك يا أيها الذين آمنوا؟ إوا بلاتي يا سيدي ربي، حتى نسمع اش غادي تقول عاد نقول لك واش واخا ولا لا؟ واش هذا معقول؟ هذا ليس بمعقول. إذا كنت فعلا من الذين آمنوا، فحين أسمع يا أيها الذين آمنوا من قبل الله كما سماه سيد قطب رحمه الله النداء العلوي يأتيك من السماء ويخصك الله به، ما قالكش يا أيها الناس كاع البشر، لا، اختار من هؤلاء البشر خمس الإنسانية الذين يقولون لا إله إلا الله، وفيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في إيمان باقي ما إيمان في قلوبكم. فأنتم بمجيئكم إلى هنا حكمتم على أنفسكم أن تكونوا من الذين آمنوا، وبالتالي يتوجب عليكم أن تقولوا لبيك وسعديك، أنا مستجيب، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكم مرة ناداك الله أيها المؤمن الكريم؟ أو تعرف؟ لأنك إذا عرفت استجبت له سبحانه، لأن في كل من النداءات من هذا النوع إلا ورب العزة يأمرك بأمر أو ينهاك عنه عن شيء، وبالتالي فينبغي أن تعرف وتتعرف على كل هذه النداءات لكي تطبقها في حياتك، وتكون هي الحبل الممدود بينك وبين الله،
وتكون هي العلاقة اللي بينك وبين الله. يا أيها الذين آمنوا، نعطيكم شحال كاينين ولا عرفتيهم؟ عرفتيهم شحال كاينين ولا ما كاينينش؟ اللي ما عرفش خصو اليوم في الليل يخرج يمشي لدارو ويشد المصحف وقبل ما يديه النعاس يعرف، لأنه من الذين آمنوا. وحنا ربي تبارك وتعالى هو اللي تيتكلم معنا، راه ماشي مدير ماشي وزير ماشي ملك، ولكنه ملك الملوك. إذا كنتوا تحسوا بنفسكم معنيين بهذا الأمر رخصكم تعرفوا على هذا الشيء كامل. اللي ما قدش قبل ما ينعس غدا إن شاء الله وبعده حتى يكملها باش يعرف رسول راه هو من الذين آمنوا. لا محال، سوف ويسر لكم الأمر. يا أيها الذين آمنوا ما مذكورش بزاف في القرآن، ولكنها هي أكثر النداءات تكرارا في القرآن. قاعدوا كل اللي قلت لكم في الأول، يا أيها النبي كاينين 13، ويا أيها الرسول كاينين 2، ويا بني آدم كاينين 5، ويا بني إسرائيل كاينين 4، ويا أيها المدثر كاينة 1، ويا أيها المزمل كاينة 1، ويا أيها الإنسان كاينين 2، ويا أيها الناس كاينين 19. بلا ما تقيدوا هذا الشيء كامل. ولكن يا أيها الذين آمنوا، التشريف الإلهي لكم يرد في القرآن 89 مرة. 89 مرة، 11 منها في البقرة، و7 منها في آل عمران، و9 منها في النساء، و16 منها في المائدة وهي 43، و6 في الأنفال، و6 في التوبة، ومن بعد ما بقات حتى شي وحدة حتى تنوصلوا لهذه اللي احنا فيها. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن بعد تنجبروا 7 في الأحزاب، وتنجبروا 1 في الحديث، وتنجبروا 3 في المجادلة، وتنجبروا 1 في الحشر، و3 في الممتحنة، و3 في الصف، و1 في الجمعة، و1 في المنافقون، و2 و1 في التغابن، و2 في التحريم، وخليت شي وحيدات، 5 في الحجورات، و2 في محمد صلى الله عليه وسلم، والمجموع 89. شكون اللي فيكم حافظهم كاملين؟ هذا سؤال كبير باش نعرفوا العلاقة اللي بيننا وبين الله، واش عطيناها الحق الكافي ولا لا. هذا محك يا اخوتي الكرام باش نراجعوا نفوسنا ونعرفوا مع من احنا. كل واحد فينا يعرف بأنه عبد فقير ضعيف صغير، سمحوا لي نقول واحد الكلمة اللي قاصحة شي شوية، حقير أمام قوي جبار سبحانه وتعالى. وإحنا معاه وما عاطينش لهذه العلاقة القيمة اللي هي تخص التعطى، وتنساو أننا في واحد الوقت دابا إحنا راه ما حاسينش بها، تنوقفوا نصليوا أمام الله تبارك وتعالى، وكثير منا الحمد لله التي تشعر هذاك القرب، خصوصا حيث يكون ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولكن ما تنشعروش حقيقة هذه العلاقة ديال الضعيف بالقوي وديال الفقير بالغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، بخطة قلم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والله ليس بصعب. ننسى إخوتي الكرام أننا في وقت من الأوقات وفي يوم من الأيام سنقف فرادى
أمام الله، هذا الذي لا نعطي سبحانه وتعالى، لا نعطي لعلاقتنا به أهمية تذكر. لماذا أقول هذا الكلام؟ ما بغيتش نحبط العزائم ديالكم ولا نقدح في الإيمان ديالنا كاملين، حاشا ولله، هذا غير تحفيز، غير باش نراجعوا شي شوية نفوسنا فقط. أما إحنا كاملين مؤمنين الحمد لله، كاملين إن شاء الله بحول الله بإذنه وقوته داخلين الجنة، لأن الله تعالى وعدنا بأنه كل من يقول لا إله إلا الله من صميم قلبه يدخل الجنة. وهذا من عظمة هذا الدين الذي نحن فيه ونحن عليه. لكن تحفيزاً لهممنا، يا أيها الذين آمنوا لابد أن نعطيها القيمة التي ينبغي أن تكون لها. فهناك آية في القرآن الكريم وفي وسط القرآن بالضبط تقشعر منها الجلود وتجل منها القلوب والشعار ديال الإنسان يوقف حين يقرأها. هذه الآية في سورة مريم، يقول ربنا تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه. أشنو قلنا قبيلة؟ كل واحد غادي يجي محسوب، والله ما يفلت شي واحد وغادي يوقف. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا أيها الذين آمنوا، لكم ألا يا أيها الذين، هذه من بنت 89، يا أيها الذين آمنوا، لا إن الذين آمنوا، عفوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا هو العزاء، هذا هو العزاء ديالنا، لأننا من الذين آمنوا ومن الذين يعملون الصالحات. وما نحن فيه الآن حتما من الصالحات يقين، لأننا في مجلس ذكر في مسجد يقول في مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، إلى آخر الحديث. والسكينة الآن قد نزلت، والرحمة قد غشيت، والملائكة ترفرف، والله تعالى يذكر لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. العلاقة إخوتي الكرام التي تربطنا بالله عز وجل هي علاقة عبادة، وهذه العبادة تتمثل في 5 أشياء. أولاً في الركوع، أي في الخضوع لله. ثانياً في السجود، أي في التسليم التام لله. سجد لك سيدي ربي، الرقبة ديالي بين يديك. وهي كذلك في العبادة، وكأنه تكرار. واش الركوع والسجود ماشي عبادة؟ لا، من أعظم وجوه العبادة أن تركع وتسجد لله، وإلا فالصلاة هي أعظم عبادة، وفيها السجود والركوع. ولكن الله تعالى قال: واعبدوا ربكم. سبحان الله، ليس بتكرار ولكن إشعار منه سبحانه وتعالى بأن العبادة لا تقتصر على الركوع والسجود، ولا تنحصر في الركوع والسجود، وإنما تتعداهما إلى أشياء أخرى من صيام وإيتاء للزكاة وحج وعمل خير وبر للوالدين وبناء للمساجد وبناء لكذا،
كل هذه الأمور من العبادة، وحتى يبين لنا الأمر جليا أبى سبحانه وتعالى إلا أن يوضح فقال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. راه تفعلوا الخير داخل في العبادة، وهذا معنى قوله تعالى في الآية الأخرى من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أسيدي ربي، أوقد خلقتني لأعبدك من وقت استيقظ فيه إلى أن، أو من وقت أن ولدت وخرجت من بطن أمي أعبدك؟ أنا لا أستطيع ولا أقدر على ذلك يا رب. من يستطيع أن يبقى ساجدا لله تعالى لو كانت العبادة تقتصر على السجود والركوع فقط؟ من يستطيع؟ لا أحد. ولكن الله تبارك وتعالى أراد منا أن نعبده بسائر الأعمال والأفعال، فقال: واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كل عمل تتصوره يعود خيره على الناس وعلى غيرك وحتى على نفسك، فاعلم أنه عبادة إن توفرت فيه النية الصالحة وإرادة العمل الصالح. تفهمين؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ثم بين لنا أن الأمر ينبغي أن لا يقتصر عند هذا الحد، فقال: وجاهدوا في الله حق جهاده. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك أيها المسلم الكريم الذي استجاب لله رب العالمين ستبقى حتما ودائما مقصرا في حق الله. بمعنى آخر، أنك إذا أردت أن تقوم بعمل من الأعمال فعليك أن تتخذ كل وسائل لتبلغ بهذا العمل غاية الإحسان، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. هذا حديث صحيح. حتى الواحد يجي يذبح الدجاجة أو يذبح الحولي خصو يتقن العملية، مسائل تتبنى يمكن شوية بسيطة ولكن يتقنها. فإذا ذبحتم فأتقنوا الذبحة، أحسنوا الذبحة، لأن الإحسان هنا بمعنى الإتقان. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ياك. ينبغي أن تبلغ دائما بعملك وتتخذ كل الوسائل لكي تبلغ غاية الإحسان والإتقان علما. الله أكبر. قلنا إذن إخوتي الكرام، حين تقوم بعمل من الأعمال تجدد فيه نيتك وتصلحها وتقومها، ثم بعد ذلك تتخذ كل الوسائل لتبلغ بذلك العمل غاية الإتقان والإحسان، علما منك أنك لن تبلغ ذلك. لماذا؟ لأنك مقصر، لأنك إنسان، لأنك بشر، ولن تستطيع أن تصل إلى درجة الكمال، ولكن من واجبك أن تطلب هذا الكمال، ومن واجبك أن تسعى للوصول إلى هذا الإحسان والإتقان، لأن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يرفع من علاقتك ومن طبيعة العلاقة التي تربطك بالله عز وجل. هنا نصل إلى مسألة جوهرية في هذه الدقائق المتبقية، وهي خلاصة هذه الكلمة المتواضعة التي تشرفت بإلقائها بينكم.
بما أنني مقصر وسأتكلم عن نفسي وكأنني وكأن كل واحد منكم يكلم نفسه. هذا بغير تنحاولوا نفكروا الله تعالى قلنا وفي أنفسكم فلا تبصروا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فنحن نفكر نحاول نتقرب إلى الله، فكر ساعة خير من عبادة عام، كما ورد ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. بما أنني مقصر لابد أنني أستشعر هذا التقصير نحو الله، وخصني نجبر ليه واحد الوسيلة باش نجبر ندير ليه الجبيرة باش نداويه، ندير ليه شوية ديال الدواء الأحمر هذا التقصير ديالي باش ما يبقاش تيحرق، ما يبقاش يشوط، خصو يبرى. وليس ثمة دواء وعلاج للتقصير في الأعمال غير شي واحد يقولها غير التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. وهذا كلام في صميم الموضوع إخوتي الكرام، ما تظنوش أنني خرجت على الموضوع، رحنا باقين في العلاقة مع سيدي ربي تبارك وتعالى. كيف الاستغفار؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا أمة محمد استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. سيدنا محمد يستغفر 100 مرة، وفي بعض الروايات 70 مرة. خلينا 100 مرة، 100 مرة احنا غادي نقولوا غير 96، ما نشدوش 100 بزاف علينا، نقولوا غير 96. علاش 96؟ لأن 96 هي 24 ضروبة في 4، 24 اللي ضربتها في 4 غادي يجيك 96. أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله تعالى ويتوب إليه كل ربع ساعة، كل 15 دقيقة المعدل، معدل ديالنا يعني ما كاينش التعيين، ما كانش عندهم المكانة والحاضرة، احنا غير باش نقربوا للأفهام. معدل كل ربع ساعة يستغفر الله ويتوب إليه، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما سئل عن ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، ياك أو تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا هو المنطق الصحيح والمنطق السليم، أن الإنسان يشعر دائما بالتقصير فيزيد في الأعمال ويجتهد أكثر فأكثر. شي قلنا سيدي ربي في الآية اللي مشينا منها وجاهدوا في الله حق جهاده، والعبادة 5، الركوع والسجود والعبادة العامة وفعل الخير والجهاد. ولا درتي هادو 5 كاملين قضيتيهم في الحياة ديالك أصبحت من الخيرة، أصبحت من الذين اجتباهم الله، أصبحت من الذين انتخبهم الله واصطفاهم. ودليل ذلك هو قوله تعالى بعدها مباشرة هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي يتجاوز عن تقصيركم. ولكن هذا التقصير اللي كنت انت سيدي ربي تتجاوز عنه أنا أعترف لك به، وهذا في صميم العلاقة بينك وبين الله. فما هي إخوتي الكرام مراتب الاستغفار باختصار شديد ولا أطيل عليكم؟ مراتب الاستغفار 4. المرتبة الأولى حين تقترف ذنبا أو إثما، وهذا شيء طبيعي، إنسان يوقع في واحد الزلة ويندم عليها
يرفع رأسه ويديه ويسجد لله ويقول ربي تب علي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إيه وحال واحد البولة تشعل لك في الرأس إيه أش درتي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعمة أجر العاملين. وسماهم الله تعالى عاملين اعترف لهم بالعمل وكذا إلى آخره وشهد لهم بذلك. هذه المرتبة الأولى وإحنا كاملين فيها نذنب ونستغفر فيغفر سبحانه. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ديك شيء علاش سمى الرسول سبحانه وتعالى الغفار ولا علاش يكون سميته غفور إلا ما كانش يغفر الذنوب. هذه المرتبة الأولى. هناك مرتبة أخرى شي شوية أكثر منها هي الإنسان الذي ترك الكبائر. كاين فينا اللي واخا تيصلي وكذا يقترف مرة تزلق هذا شيء طبيعي إنسان بشر كل ابن آدم خطاء خير الخطائين التوابون. لكن الإنسان الذي اجتنب الكبائر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتق المحارم تكون أعبد الناس حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه اتق المحارم تكون أعبد الناس. إذن هذا إنسان اتقى المحارم ابتعد عن المحارم فأصبح أعبد الناس ولكن رغم ذلك يشعر بالتقصير لأنه لا يقوم ب هو اتقى المحارم ويقوم بالفرائض كذا إلى آخره ولكن لا زال يشعر بشيء باقي ما وصلش. هذا هو الذي شهد الله له بالإيمان وسواه بإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم فقال في سورة البقرة الجميع يحفظها ولكن الجميع يحفظها ولكن القليل من ينتبه إليها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا هذه شهادة من الله كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله بل أكثر من ذلك هم مؤمنون ويسارعون إلى الطاعة وقالوا سمعنا وأطعنا ولكنهم يشعرون بالتقصير ما كفيهمش ديك الشيء دارهم فيقولون غفرانك ربنا وإليك المصير. فهم يجتهدون في الاستغفار. باختصار يستوجب مني أن أمر إلى المرتبة الثالثة وهي أعلى من هذه المرتبة لعلنا نصل إليها في يوم من الأيام. هذا إنسان اجتنب الكبائر وآمن بالله حق الإيمان وأتى بالفرائض وثنى ذلك بالنوافل وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت إلى آخره. هذا مسائل تتعرفها الحمد لله لما نفصل فيها. ولكنه رغم ذلك لا زال يشعر بالتقصير قمة إنسان يقوم الليل يصوم في غير رمضان اثنين خميس ثلاث أيام يتصدق يفعل الخير يعين المضطر يقف بيد المظلوم غريب ولكنه رغم ذلك يشعر بالتقصير فيلجأ إلى الاستغفار يلجأ إلى الاستغفار. إليكم طول نعمس تأذنون لنا يأذن. فهؤلاء هذا يتطلع إلى رضوان الله فيبيت وهو ساجد ويخصص من ماله للفقراء والمحتاجين حق معلوم كل شهر مخرجه محبس
الفقراء المحتاجين، ورغم ذلك يشعر بالاستغفار فيستغفر. بل أكثر من ذلك، هذا دخل الجنة وأصبح فيها وهو ساكن فيها وهو يستغفر الله. وذلك الاستغفار هو الذي بلغ به درجات الكمال فأدخله الجنة. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا استغفر الله، إن المتقين في جنات وعيون. عرفتوا الآية فين جت؟ سورة الذاريات. آخذين ما آتاهم ربهم. علاش؟ كيفاش تدخلوا الجنة؟ إنهم كانوا في الدنيا، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا محسنين، بلغوا درجة الإحسان، محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اللي كله تصلي ما نعش يمشي شوية، مشى تكا وعاود رجع يصلي، سجد لله. من الليل ما يهجعون وبالاسحار، تاسل الصلاة ديالو وصلى الفجر وكذا إلى آخره، استغفرك يا ربي ما عبدتك حق عبادتك. بحال هذاك الملك اللي خلقه سيدي ربي، نهار اللي خلقه وسجد، نهار قامت القيامة ورفع راسه وقال له سبحانك ربي ما عبدتك حق عبادتك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. بقات واحد الدرجة ونختموا إن شاء الله، الدرجة القصوى. واش باقي أكثر من هذا الشيء؟ مبقاش، لا بقي. هذا الإنسان الذي بلغ درجة الإحسان، ولما بلغ هذه الدرجة خولت له هذه الدرجة بأن يخرج إلى الجهاد ويضحي بنفسه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن الجهاد. أصبح مستعداً مهيئاً لكي يهب نفسه لله. ولك رغم ذلك وهب نفسه لله، أكل العصا مزيان في الجهاد، ومنهم من مات ومنهم من بقي من المؤمنين رجال، ورغم ذلك يشعر بالتقصير فإذا به يستغفر الله. أنا بغيتكم توصلوا إخوتي الكرام بعد هذه الكلمة، وغادي نعطيكم الدليل، ما نخليكمش عطشانين، أنا أعطيكم الدليل على هذه الحالة هذه من القرآن الكريم، الحالة الرابعة. ولكن اللي بغيت منكم إخوتي الكرام وبغيت من نفسي أننا نراجع أنفسنا من حيث العلاقة التي تربطنا بالله عز وجل، فنستشعر فعلا ضعفنا وصغرنا، ونستشعر كذلك فقرنا تجاه رب العالمين، فنستغفره. وديك الساعة غادي نكون فهمنا علاش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الدليل إخوتي الذي نختم به إن شاء الله تعالى هو قوله تعالى من سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللهم اجعلنا منهم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اسمع شنو قال لك: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، أي هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة وخرجوا إلى الجهاد وضحوا بأنفسهم معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. وش بقى أكثر من شيء؟
من استشعار الفقر. هذا هو المسلم إخوتي الكرام. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يوم نصل ونحن واصلون إن شاء الله إلى هذا المستوى يقول لنا الله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.